علي بابا. فيلم علي بابا مش هنتكلم عليه بنقد تحليلي سينمائي درامي. الحقيقة أنه أهم حاجة في الفيلم أو من أهم الحاجات اللي في الفيلم هو النجم اللي بيقدم دور البطولة فيه. صحيح أنه هو فيلم خفيف لطيف بيضحك، وهو لحد اللحظة دي عامل أعلى الإيرادات في الموسم ده، إنما الشيء البراق فيه هو النجم كريم فهمي. بقى بذمتك يا بلبل دي عيشة تتساب واروح اتجوز؟ ايه ده؟ وحشتيني قوي قوي. ايه علي؟ انت تعرفها؟ ده انت اول مرة تشوفها. هو ده بقى المكان الرومانسي اللي عمرك ما هتشوفي زيه في حياتك. يا ابني كل اللي بتعمله ده هيتردلك. كما تدين وتدان. انا لا متجوز ولا عندي اخت ولا عندي ام ولا عنده تيزة. يبقى ما مبهدلش بلد الناس معانا ليه؟ انت خلفت بنت اهي. بقى العيل الخرق ده يبقى ابويا انا. دي مهما كان بنتك. بنتي ايه؟ دي مغلى دي اكبر مني. حلو عربيتك، مش دي مش توبيسي الجديده؟ خش يا حنكش. البال البكة. ما تخافيش انا بني ادم زي زيك بالظبط. فين مدرس الحيوان اللي شتمها؟ ممكن يا فندم ناخد رفد من غير ما حضر وشوشره؟ مش انا الامان بقى ان ابقى جد يا عالم يا زباله. ايوه نجيب مع البنت دي، بس مفيش غير الحنيه. كنت فين انت وانا مرميه بقالي 20 سنه في الشارع يا علي؟ كنت في اعدادي. انا بدي اياك بموضوع كتير مهم بالاوضه. شو دي صغطه يا حبيبتي؟ مفيش غير الغباوه. وحد امك يا علي، دي اخر دلع فيك. بحب بنتك. بحبك يا زباله قلبي. ال 24 ساعه اللي جايين لو عدوا على خير هيكون في خطر كبير جدا على حياته. بنتك هتبقى معايا، عايزك بقى تعد من بكره 9 شهور عشان هتبقى جد. ما تقولش حمايه وما تعرفش تعمل حاجه، انت عيل فرفور ياه. ولا 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 نزله ياه. بس يا بنت مش في راجل معاكي؟ بس يا بنت مش في راجل معاكي؟ اتنيل. خلي بالك من افعالك عشان هتاخد لفه ورجعالك، عشان الكبير لو احترم سنه الصغير مش هيقل منه. يلا. فيلم علي بابا. عن فيلم علي بابا لا تسألني عن المنطق، لا تسألني عن الحبكة، ما تسألنيش إزاي علي يخلف آيتن عامر، إزاي كريم يخلف آيتن، أو علي يخلف زعبولة، ما تسألنيش عن أي حاجة من الحاجات دي، اسألني بس عن كريم فهمي، اسألني عن النجومية الساطعة اللي باينة من أول لحظة على شاشة السينما لحد الفيلم ما بيخلص، اسألني على المؤلف والنجم اللي حط نفسه بجدارة في الصف الأول من نجوم السينما الجنات كريم فهمي. مبروك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. بص انت من اول ما طلعت وانت نجم وحليوه وجان ماشي، انما في الفيلم ده الناس خارجه خلاص حطك في فريم انه يعني انضميت للفتى الاول، عارف ال يا رب. ببارك لك على فيلمك. الله يبارك. محقق اعلى ايرادات في موسم شم النسيم ده لحد اللحظه دي. اه الحمد لله احنا بنعمل اعلى ايرادات في اليوم يعني، بس هو الموسم بقى لسه يعني احنا مش عارف احنا هنتعرض امتى، بس يعني الحلقه دي يعني، بس اعتقد الموسم جاي ان شاء الله كمان في مجموعه افلام، في مجموعه افلام محترمه يعني. أوه. فان شاء الله كله يعمل ايرادات كويسه باذن الله. طيب انا هبتدي معاك مش كممثل، كمؤلف. انت اللي مؤلف فيلم علي بابا اللي ما كنت بقول ايه يعني، انسى المنطق، مفيش منطق في موضوع انه علي يكلم يخلف زعبولة، بس احنا قدام فيلم كوميدي يعني. اوكي احكي لي عن فكره الفيلم يا كريم. والله انا دايما يعني انا يمكن الافلام اللي كتبتها معظمها كانت بحاول الاقي سطر مختلف عن اي حاجه، بحاول اخرج بقى يعني اوت اوف ذا بوكس، بحاول اعمل فكره مش ما اتعملتش قبل كده، واعتقد ده كان باين شويه مثلا في حسن وبولس برضو الاثنين الاخين التوام اللي بيحصل لهم. لا و هاتولي راجل، هاتولي راجل
بعتوا لي راجل وكان بيجوا بشير وزنقه ستات. بحاول اخرج بره المنطقه. انا بعد حسن وبولس كنت انا تعبت فيه جدا. حسن وبولس كتبته في 3 سنين تقريبا. التوأم الملتصق. هو كان توأم ملتصق لمده 10 دقائق بس. بس بعد كده كان بيحصل فكره ان بيحصل سايد افكت في العمليه, تاثير يعني, فان ده بيحس بمراكز الاحساس اتنقلت يعني. فلو هو مثلا اتخبط انا اللي اتوجع والعكس والحاجات دي. فكنت محطوط في مأزق ان انا اعلي على الفكره وان انا اعمل فكره احلى وتضحك اكتر. قعدت بقى فتره كبيره جدا لحد ما توصلت لفكره علي بابا وبدات اشتغلت عليها. قعدت سنه ونص تقريبا اكتبها. ايوه بس انا يتهيأ لي انه لمحه الفكره دي موجوده عندك من فتره. هقول لك ليه. طبعا. احنا من سنه ونص سنتين عملنا حلقه هستيريه من الضحك ما بين كريم واحمد. انا وانت بتتكلم على بنوتك الصغيره. انا شفت اللقطه دي بتاعت الفيلم. الشخص اللي اول ما بيخلف بنت بيبقى فجاه. ايوه صح. انا خلف عندي بنتين دلوقتي, كاميليا ونعومي. ما شاء الله ما شاء الله. وعلى فكره انا عايز اقول لك على حاجه. يعني كاميليا كاميليا الكبيره هي شقيه جدا. فانا لما بتتشقى قوي انا بقول لها زعبول. فهي جايه من هنا. يعني اسم البطله انت جايبها من زعبولتك. وحسن وبولس كان اسمها كاميليا البطله برضه. والله. وفي علي بابا اسمها زعبولة على اسمها. مبدئيا كاميليا ونعومي دول بالنسبه لي اكتر حاجه, ومراتي طبعا, دول اهم جزء كده في حياتي. يعني يمكن الواحد بشتغل عشانهم, ببقى عايز ابسطهم, ببقى عايز اعمل, يمكن مقصرين في شغلي في حاجات كتيره, فهم فرقوا في حياتي كتير جدا. دي كاميليا اللي هي انهي واحده. دي كاميليا الكبيره دلوقتي يعني. هي دلوقتي دي الكبيره. نعومي مش فيش صوره ليها دي. لا قد ايه نعومي؟ نعومي دلوقتي سنه وسبع شهور. سنه وسبع شهور. وكاميليا 4 سنين. ربنا يحمي. وبس الاسماء كده ايه, مش نمطيه يعني. ملوكي كده. مامتهم اللي اختارت الاسامي. مامتهم اسمهم دانيا, اسمها دانيا. فالاسامي عندي كلها غريبه. في البيت اسم دارج يعني. مفيش اسم دارج في البيت. لا انا كنت بسالك على, انا تخيلت وان بعض الظن اسم يا كريم والله اعلم, انا تخيلت ان انت اكيد قبل ما تتجوز كنت مقطع السمكه وديلها. والله اعلم ان بعض الظن اسم فعلا. انا ربنا يعني يا رب سامحني يا رب ان كنت بظلم كريم فهمي. لا يعني بص, هو مفيش راجل في مصر يعني في العالم كمان, يمكن مجتمعنا الشرقي كمان ما كانش عنده عموما الحياه دي. بس هي الفكره بقى ان انت امتى بتوقف الحياه دي وازاي وفي اي منطق. يمكن فكره الفيلم بتاعتي اساسا جايه من الحياه دي شويه. بص حضرتك بتقولي مفيش منطق في الموضوع. هو منطقيا نظريا ما ينفعش, نظريا. عمليا ممكن. يعني احنا مش عايزين نحرق الفيلم بس يعني انا قادر افهم. بس هو نظريا ما ينفعش طبعا لان هي برضو في لمسه فانتازيا شويه يعني. يعني انت بتقول انه مهما كان الاب حياته كان في صاخبه وعاشها بطول العرض, في اللحظه اللي بيخلف فيها بنت بيحس انه لا, انه في حاجه اسمها بنات الناس. بالظبط. يعني هي الفكره كلها دايما الفيلم وانا بكتبه انا حاطط في دماغي فكره كما تدين تدان. الكلمه دي هي يمكن انا السطر الاساسي بتاع الفيلم بالنسبه لي. لو انا عايز اوصل حاجه غير الضحك, انا يمكن انا الحاجات المهمه بالنسبه لي ان الناس تضحك. الناس تضحك في الفيلم يبقى انا كده وصلت للهدف بتاعي ده. اساسا يعني انا زنقت ستات مثلا لما كتبته انا ما عنديش حاجه عايز اقولها, ما فيش مسج غير الناس تضحك يعني. ما فيهوش حاجه اساسا. بس علي بابا, لا علي بابا الضحك وفي كمان مسج, فكره كما تدين تدان. اللي هتعمله في بنات الناس هيترد لك. انت مقتنع بده بعيد عن الفيلم في الحياه؟ مقتنع بده. مقتنع جدا. اللي بيراعي ربنا في بنات الناس اكيد ربنا هيراعي في بناته او في اهله او فيه هو شخصيا. هو مش لازم تترد له في بناته يعني. انا قصدي فكره ان هو هتترد لك يعني ما لهاش يعني. كما تدينه تدان. اللي هتعمله خير هتشوفه, اللي هتعمله شر هتشوف. بالظبط. بس انت حطيت قالب كوميدي فانتازي لطيف جدا يا كريم. قعدت قد ايه تعمل في الفيلم ده؟ انا قعدت اشتغلت عليه ككتابه سنه ونص تقريبا, وتنفيذه اخذ ما بين بقى تصوير وتحضير والحاجات دي كلها 3 شهور تقريبا. بعدين عم احمد السبكي اصله سخن شويه يعني. يلا يلا خش خش خش. سريع. بس ميزه بالنسبه لك ان انت جدا جدا طبعا. طالما منتج متحمس وعايز يعمل الحاجه وبيعملها بالشكل اللي انت عايزه. هو الراجل بصراحه ما بخلش على الفيلم باي حاجه, ده حقيقي يعني.
فالموضوع جه بسرعه شويه يعني يمكن اتاخرت في الكتابه وقعدت شويه عشان اطلع الورق على يعني الفيلم ده فيه 24 نسخه مكتوبين يعني انا باخد وقت كبير يعني ممل جدا في الكتابه يعني لازم افضل قاعد لغايه ما اطلع الحاجه من وجهه نظري انها مظبوطه طبعا بتبقى اكيد في عيوب بعد كده بتاخد بالك منها انت بعد ما بتتفرج على الفيلم عموما اي فيلم بس على قد ما تقدر من الورق ان انت تبقى ما عندكش غلطه من وجهه نظرك يعني زي ما قلنا انت صاحب او كتابه حسن وبقرز وهتولي راجل وفكره بيبو وبشير بيبو وبشير تاليف انا وكان معايا هشام ماجد قصه وسيناريو وحوار انا وهشام وكل الافلام دي تاليفي يعني بص يا عبير فتحي ده يبقى الروم ميت بتاعي من وانا قد كده اسم الله عليك الله العظيم يلا فتحي يلا كاتش حبيبي اهدى 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 لا 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 دي حماجية دي حماجية صوت ده واحد في البيت ما اسمعش اوكي الفاظ نابية مش موجودة تاني موعدنا ننسقها طب بالعقل كده واحدة واحدة انا لما اخد اعفاء وهو يلبس 3 سنين صاقة ما انا هتنايل اروح معاه برضو انت فاهم انت بتعمل ايه طب ايه رايك انت اللي هتخش الصاقة وهو يطلع اعفاء الله اكبر ده اسرع جيش شفته في حياتي يا ابني هي 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 وبعدين انا ظابط شرطة ومقدم ورق بكده ماليش كشف طبي ولا جيش اساسا ظابط شرطة وداخل الجيش يا حلاوة لو سمحت ممكن تقفل الراجل اللي بيصرخ ده بجد بسمع صوته بتعصب انا اسف بس انا بجد ضد الترهيب في الدين عندك حق هو اوقات كتيره قوي بيهرج في الدين فعلا بيهرج ايه بتقول لك ترهيب انت مش عارف يا علي قد ايه انا ارتحت لاخت سهام انت كمان اتعرفتي على اخت سهام طب ما جاتش معانا ليه يا جماعه كان الدور علي في الفيلم هي المواصفات انه لازم يبقى حد جان جدا وسيم جدا السكس باكس مرسومين بالظبط انيق جدا يعني هو ده الشاب لا يقاوم اوكي لا يقاوم بس كمان في حته نصب طبعًا. على البنات طبعا طبعا هو لازم عشان تعمل المفارقه بتاعه ان يطلع له بنت عكسه تماما لازم تبقى عامل حياته بالنسبه لاي راجل حلو يعني مكتبه عامل كده وبيته عامل كده ومفيش حد بيقول له لا والدنيا تمام ومعاه فلوس كتيره ومش عندوش اي مسؤوليه والدنيا لطيفه جدا ومفيش اي حاجه فلما يجي له فكره ان جاله بنت دي تبقى ازمه كبيره جدا في الفيلم ورقاصه وبلطجيه البيت وكل بنت بيقابلها بيفهمها ان هي البنت الاولى والاخيره في حياته هي كل حاجه في حياته طبعا يعني زي معظم الناس اللي كانوا بيعملوا كنا بنعمل كده زمان يا ابي هزار طب ممكن تقولي كنت بتعمل ايه زمان لا ما بالتفاصيل يعني لا مش بالتفاصيل طبعا مش بالتفاصيل لا والله بتختلف عن كل واحد والتاني ده اكيد بس يعني انا بامانه ربنا والله بجد يعني مش بقولها عشان كلام تلفزيون انا عمري ما ضحكت على واحده يعني عمري ما ضحكت على واحده ابدا حتى في مرحله المراهقه وانت بتصاحب وبتاع وكام عمري ما ضحكت على واحده تماما يعني يعني انما كنت بتبذل مجهود عشان تجذب انتباهها ده اكيد لا قولي شويه تكنيكات كده ده انا عرفت انك كنت زي ما انوفيتيف كنت مبتكر انت عايزه مني ايه لا والله انا عايزه انا هقول لك انا غرضي نبيل وشريف ليه بقى انا عايزه اقول بعد ما تقول يعني بعد ما تحكي لنا اي بنت تعرف ان اللي كان بيعمله كريم ده واحد بيكون عايز يشد انتباهك لا والله انا اقول لك على حاجه ده بامانه فعلا يعني انا اشتغلت شغلانات كتيره جدا بس الشغلانات دي ما كانتش حقيقيه يعني واحده مثلا حلوه عايزه تتصور فانا فوتوغرافر واحده مش عارف عايزه تعمل قبل ما امثل اصلا عايزه تمثل فانا مخرج يعني اشتغلت كل الشغلانات كان عندك الجرأة دي يا كريم ما كان مفيش حاجه تخاف عليها بقى ايوه بس تحب تقولها ايوه انا مخرج حضرتك وكده مخرج وبتاع او فوتوغرافر مثلا وصورت قبل كده بكوارث بقى صور كوارث طبعا قبل يعني عايز اسالك على حاجه انا قبل ما ادخل التصوير قالوا لي ان انت عملت حادثه كبيره قوي والحمد لله ربنا نجاك يعني الحمد لله ايه اللي حصل يا كريم انا بصور مسلسل اسمه امر واقع ان شاء الله مفروض رمضان والمفروض المسلسل فيه اكشن وفي يعني اكشن كتير وهو بتتعرض اهي ده الموتوسيكل يعني هي بصوت كمان بتبقى اوحش خلينا نسمعها بالصوت كده آه.
كان حد بيساعدني. صعبة قوي 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 قوي. ايه ايه ده المفروض كنا بنصور مشهد موتوسيكل، بركب موتوسيكلات بس مش بركب يعني مش زي ما بركب عربيات يعني بتحرك بيه وتمام يعني. ومفروض المشهد ان انا بمشي بالموتوسيكل جامد جدا وبخرج بس بره الكادر يعني بخرج بره الكاميرا وبخلص وبوقف. فالمشكله ان في مطب بعد الكاميرا فبجري جامد جدا. فجيت اهدي قبل المطب في الحديد اللي هو كات ايز اللي قبل المطب دول، بدوس فرامل واخد كنت ماشي على 120 مثلا 140 قام واخدني بقى سحلني موتوسيكل نصين موتور نصين واتنقلت على مستشفى وكان حوار يعني. كان اصاباتك كانت ايه كدمات؟ بص والله الاصابات ما بتدلش على الحادثة الحمد لله. الحمد لله يا رب. شرخ في الرجلين، مزق في الكتف، جلطات بقى كتيره جدا الحمد لله. انا كنت لابس المشكله ان انا بقول للمخرج بقول له طب اسامه انا دلوقتي انا مش باين، انا لابس الهلمت اللي هي الخوذه انا مش باين فليه بتاع. قال لي لا قلت له ازاي طب ما اقلعها قبل المشهد. قلت له طب ما اقلعها عشان ابان ان انا يعني بدل ما او نجيب ستانت يعني نجيب دوبلير. قال لي هبان. قلت له تمام الحمد لله انا ما قلعتهاش طبعا. لا طبعا وانت عندك منطق لو هو مش باين انه ده كريم فهمي فكان ممكن يبقى حد يعني محترف في ال بالظبط في ال لا بس خلاص بقى بقيت المشاهد بقيت اعملها يعني برضه خلاص. انت بتحب الاكشن ها؟ اه من الحاجات اللي قريب عملتها ولها صدى قعدة رجالة. قولي انتوا بتبقوا بتتكلموا يعني انا عارفة انه في جزء كبير هزار بس في جزء جد يا كريم في الكلام اللي بيحصل مع الباقي الستات اللي بتستضيفوا؟ لا احنا كنا متفقين انا وباسل واحمد فهمي ان احنا بنمثل شخصيات فاحنا لازم نجيب اخر الشخصيات يعني دي نماذج موجودة بجد يعني. هما كان في ثلاث انواع من النماذج دول، دحلاب الدبلوماسي والملك التنظير والقافش. كل واحد بيمسك كاركتر في كل حاجه. لا لا اشرح ده. الدحلاب الدبلوماسي اللي هو بيعمل نفسه ان هو مع البنت ده اللي هو مين؟ لا ايا كان بتلف علينا بكل الدحلاب الدبلوماسي. الدحلاب الدبلوماسي ده اللي هو بيتكلم مع الضيفه ويبقى ظريف معاها بس من تحت لتحت هو ضدها بس كل شويه يروح راميلها حاجه تروح معصباها بس يقول لها انا معاكي انا مش ضدك. ملك التنظير ده اللي بيفتي على طول يعني لما نتزنق الاثنين التانيين يتزنقوا بيروح قايل اي معلومه صح او غلط يفتي ما يفتيش يزنق برضو بيها الضيفه قال يعني علم. القافش ده بقى اللي هو كده هتعملي هو كده براسك فوق مش عارف ايه فاهمه قصدي ايه القافش ده يعني. انت معظم الوقت بتبقى ايه؟ لا بقول لك هم كانوا 13 حلقه انا يمكن كنت خمسه دحلاب. تحس ان انا خمسه دحلاب تحس ان انا بطلب حاجه من على القهوه خمسه دحلاب لا انت الدحلاب واحمد فهمي هو اللي قافش معظم الوقت. احمد فهمي عيني مظلوم والله يعني. ده جميل والله ده جميل. طيب والله جدا 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 وعامل الكاركتر حلو فالناس صدقت ان هو بجد. الناس مصدقه ان هو كده لا خالص ده اظرف واحد فينا. مين اكتر واحده استضفتوها يا كريم ومعرفتوش تخرجوا منها بحق او باطل يعني كانت مسكاكوا كويس؟ اقول لك على حاجه هم كلهم كنا احنا غلسه جدا معاهم بس دايما اللي بيهرج كتير ما بتعرفش تمسك. واحد زي ايمي سمير غانم ما بتعرفش تمسك عشان هي عماله تهرج بس رايح يمين شمال عماله تهرج عماله تقول لها حاجه تروح متضايق فيه فما بتعرفش تمسكها بس مش اكتر يعني. بس انت في الحقيقه الشخص القافش ولا الدحلاب؟ القافش ولا من ده على ده من ده على ده يعني ما اقدرش اقول لك ان انا مش قافش. لا قافش في حاجات طبعا في حاجات ابقى قافش فيها بس بالطريقه يعني مش قصدي ان انا قافش في كل حاجه. في حاجات عندي ما ينفعش مثلا 1+1=2 الدحلاب دي ساعات بتحتاجها برضه. ملك التنظير دي بقى لا يعني ما اعتقدش ان انا اكون بفتي عشان اوصل لحاجه يعني دي مش موجوده. دلوقتي ليه كريم فهمي واحمد فهمي ما بتعملوش حاجه مع بعض؟ انتوا الاثنين نورتوا جدا ما شاء الله كل واحد في منطقته كل واحد واخد بطولته ومساحته حتى في الكتابه. ما ايه هي الفكره ان ما بتصادفش فكره ان يعني انا مثلا دلوقتي بعمل مسلسل وقبلها كنت بعمل فيلم هو بيحضر لفيلمه فهيخش فيلمه فانا ساعتها هبقى فاضي هو مش فاضي هيخلص فيلمه اكون انا بحضر لفيلمي او مثلا لمسلسل فبس يمكن الظروف هي اللي مش جايبانا بس يمكن برضو احنا خايفين من مرحله زي دي يعني. احمد قال لي مره جمله برضو انا اقتنعت بيها شويه هو حسن وبولس كان هو اللي هيعمل بولس يعني بدل علي ربيع كان قبل علي كان قبل علي كان احتمال كبير كان هو اللي يعمل بولس. قال لي بص انا اقول لك على حاجه. قلت له ايه؟ قال لي الفيلم لو وقع مفيش حد فينا هيعرف يلحق التاني يعني لو يعني قال لي لازم واحد كده في السيف سايد عشان لو وقع التاني يلحق واحد يلحق التاني فاقتنعت. حويط والله يا احمد. خبيث لا مش خبيث هو حويط يعني قال لك يعني وفعلا وجهه نظر
بس انا متاكده انتوا لو عملتوا حاجه مع بعض هتبقى يا استاذ. انتوا قعدتوا في حلقه ساعه, انت مش عارف مشاهداتها على اليوتيوب عامله ازاي. الناس كانت بتفرفر من الضحك بس عشان انتوا الاثنين يعني بتكملوا الافيهات بتاعه بعض. لسه كنا بنتكلم في كده جوه. والله العظيم قوي قوي قوي. يعني انا اسمها كاميليا فهمي, وفي بيبي تاني جاي في الطريق بنت برضو اسمها, انا مامت عايز اسميها نعومي. فالاسامي توحي اصلا بالشمال. يعني ربنا يسهلنا عليهم قوي. الله ربنا يستر. وكاميليا كريم برضو اوحش, فاهم؟ كاميليا كريم سميره سمير. اه كده سميره سمير وحش السرير. انت بقى خايف على البنات من افعالك زمان؟ هي مالها باللي انا عملته؟ هو تمام دلوقتي وانا تمام, احنا خلاص متجوزين والحمد لله برضه, عشان ايه الناس ما تفهمش غلط. احنا بص هنتاخد ظلم الحلقه دي والله. انتوا ستر وغطى على بعض؟ اه اكيد. بس ما فيش حاجه اصلا بنعملها عشان نبقى ستر وغطى على بعض عشان. لا يعني بص, بغض النظر ان في موقف حصل وما فيش موقف حصلت يعني يحصل كده, بس حتى لو هو فاكر مثلا بتكلمه بتساله او منه بتكلمه ايا كان, ما بقولش حاجه. انا ما اعرفش حاجه. لا هو حتى ما حصلش حاجه لو قاعدين بنلعب كوتشينه, حتى لو بنلعب كوتشينه ما اعرفش فين, ما اعرفش فين وخلاص. لا يكون هو قايل بيعمل حاجه تانية يعني, بس هو ما بنعملش حاجه غلط بس يعني. احنا خلاص كده, هو خلاص كده مش عارف نعملها تاني. انا خلاص كده. يعني تقول لا, ما تقول ما اعرفش. اه في العموم انا ما اعرفش, يمكن يكون هو قايل حاجه بتاع مش عارف ايه, بس ممكن يكون قايل لها ما بيلعبش معانا كوتشينه. طب انا ليه اقول حاجه؟ ما اعرفش والله. ده انت ما كلمكيش؟ لا ما اعرفش. وانت عارف هو فين وبيعمل ايه؟ ما عم مشكله ليه, فاهم؟ هي هو هيحصل مشكله بعد الحلقه. مع دانيا تحديدا يعني. يعني منا جميله برضه, ف دانيا احنا بنخاف منها الحقيقه. ابويا علاقته بينا هو زينا بالظبط يعني. يعني خناقاتنا معاه كان احنا اتنين بنتخانق وبتاع. اخوك جاب فاتوره التليفون بجد بالرقم 32000 جنيه مش زيرو. فاكره ايام الزيرو لما كان مفيش موبايلات فتتكلمي من التليفون؟ المشكله ان هو ملبسها فيا, اقسم بالله ساعتها ابويا كان مصاحب وحياد. والله العظيم. طب والله كان هو اللي والله هو اللي فاتوره. اقول لكم ان انتوا فضحتوا العيله. يعني انا مش طب والله هو اللي عامل الفاتوره. هم لا هم الاثنين ماشي يعني. مين ده اللي كان 16 و16؟ مين ده اللي كان مصاحب يا كريم؟ لا هو كانوا اتطلقوا ابويا وامي, فهو كان ابويا عادي بيكلم صاحبته وكريم بيكلم صاحبته فتايها. انا فاكر احمد عنده حاجه في شخصيته غريبه يعني. ممكن النهارده تلاقيه مثلا عايش حياته عادي والدنيا لطيفه, تلاقيه بكره تاني يوم بيصلي وهو بيصلي يا بس. فجينا فتره عادي جدا انا مصاحب وتمام وبحكي له على صاحبتي كل يوم وبتاع وباخد رايه ومش عارف ايه. دي مثلا خناقه من الخناقات. فتاني يوم دخل عليا انا بتكلم في التليفون, بتكلم مين؟ بقول له صاحبتي. يروح ماسك التليفون, حرام. ايه ده؟ ايه ده؟ دي مثلا خناقه من الخناقات. بعد الفاصل هنرجع مع النجم كريم فهمي وفيلمه الجديد علي بابا في شم النسيم. مفيش, اللي بيني وبينك لسه بيني وبينك ما طلعتوش. بتهددني يا ابن بدريه؟ جبنا سيرتك كتير في الموضوع ده. انت جبت لك كلام والله العظيم. تصنيف الفيلم 16 بلس يعني فوق 16 سنه. اللي فكره قلت له وحش. افكار الحلوه مهما كانت صغيره فهي بتوصل. فجاه انت في خلال 10 ايام نازل. قعدت سنه يعني تظبط كل العضلات. رجعت البيت قاعد بفكر طب فين الفخ؟ فين الكمين في الموضوع؟ اكيد في حاجه مش مظبوطه. في دناءه الدور كده, في واحد طبعًا. وضيع ودنيء. مش عايز اتكلم قدام الناس. اوف ذا سيم فاميلي. ها؟ يلا بينا نمشي. لا والله لا اقعد براحتك يا احمد. انا قاعد براحتك. والله اقعد براحتك ما تخافش. اكتر ويا